إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، عظم الله شأن الوالدين وقرن حقهما بحقه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين من أحب العمل إلى الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأبكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال له: أحيا والدا؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن عند رجليها الجنة. عباد الله، إن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعوات وتفريج الكربات، كما في قصة الرهب الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فدعوا الله بصالح أعمالهم، فدعا أحدهم ببره لوالديه وتقديمهما على أهله وولده ففرج الله عنهم. وكما أن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، فعقوقهما والإساءة إليهما من أكبر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والوالدان باب عظيم من أبواب الجنة، فمن لم يدخل فيه خاض وخسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المؤمنون، جماع بر الوالدين الإحسان إليهما والتواضع لهما وإدخال السرور عليهما وألا تمتنع من شيء أحبه.
وليس للبر غاية ينتهى إليها، ولا يزال السعداء يتسابقون في درجات البر، ولا يزال الأشقياء يتهاون في دركات العقوق. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في محكم الآيات والذكر الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصل الله على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرض، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، واجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنا الأمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والربا والزلازل والمحن وسيء الأسقام والأمراض عن بلدنا البحرين خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين والعالم أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده ورئيس وزرائه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين، وبارك في ذريتهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم ارحم الأمير خليفة ابن سلمان رحمة واسعة، وأكرم نزوله واغسله بالماء والثلج والبرد، واثني له بيتا في الجنة كما بنى لنا هذا الجامع يا رب العالمين، وبارك في ذريته يا أرحم الراحمين، وارحم من سمي هذا الجامع باسمه يا رب العالمين. اللهم وفق طريق البحرين الوطني يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على هذا الجامع بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.